الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل يمكن أن يراهم أحد على صورتهم التي خلقهم الله عليها؟ الجواب: لا يستطيع أحد أن يرى الملائكة على الصورة التي خلق عليها الملك إلا نبي، كما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صورتهم. فقد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، قال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. وأما أحد البشر فإنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على الصورة التي خلقوا عليها، وكل من ادعى أنه رأى ملكا من الملائكة فإنه كاذب في دعواه، أو خيل عليه أنه ملك وليس في حقيقة الأمر أن ما رآه ملك.